مرحبا، يعطيكم العافية. أنا زميلتكم أسرة نزيه من فريق النادي الطبي بالجامعة الأردنية. رح أبلش معكم بشرح مادة الفارماكولوجي فور نيرسينج. بداية رح نبلش بالشابتر الأول عنا بالمادة، واللي هو الانترودكشن، اللي بتحكي عن البيسك برينسيبلز أوف فارماكولوجي. بهذا الفيديو رح نتعرف على الفارماكولوجي والدراج كتعريف. رح نعرف خطوات الديسكفري واكتشاف أي دواء. رح نحكي عن الفارماكوستيكال بروسيس، ورح نحكي عن administration route of a drug, the branches of pharmacology, the chemical nature of a drug, and drug sources, مصادر الأدوية. drug absorption. drug absorption اللي هي أول عملية من عمليات الفارماكوكاينتكس، رح نشرحها برضو. السلايد الأول بيحكي لنا عن الفارماكولوجي والدراج. الفارماكولوجي تتكون من two words. الشق الأول المقصود فيه الدراج، الفارماكون الدراج. الشق الثاني ساينس، اللي هو العلم اللي بتعامل مع الأدوية. medical science deal with the drug. شو هي الدراج؟ الدراج هي chemical substance that is used to، الوظيفة الأساسية أو استخدامها الأساسي reverse path of surgical defect disease or treat. نقدر نحكي نقدر نعرفها تعريفين للدراج، هذا الأول وهذا الثاني، اثنان صح طبعا، اللي هي أي خلل أو مرض بعضو أو سيستم معين بالجسم نستخدم له الدراج عشان يرجع للوضع الطبيعي إن أمكن. ممكن يستخدم الدراج برضو to control، مثل منظم السكري، to prevent اللقاح المطاعيم للوقاية، or to diagnose a specific disease، لتشخيص بعض الأمراض. بهذا السلايد بدنا نعرف اكتشاف الأدوية شو المراحل اللي بتم فيها. أول خطوة بتبلش دائما بالأيديا أو الهايبوثيسيس. ممكن شخص معين يحكي إنها هاي المادة فعالة to reduce hyperglycemia مثلا، يحتاج نموذج موديلينج. بيكون هذا الاختبار غالبا بالبداية على الحيوانات، بيعطي الأنيمالز مجموعة من هاي أو كمية سوري من هاي التابستنس أو المادة الكيميائية، وبيختبرهم، بيختبر هل هي فعلا كانت effective to reduce hyperglycemia أو كان لها side effect. مرات side effect ممكن تؤدي لل death toxic effect. إذا كان لها side effect أو toxic effect ما رح يكمل بهاي النظرية، غالبا ما بيكملوا لأنها بتكون مكلفة. إذا كانت فعلا effective رح يكمل دراسته ونظريته لحد ما يثبتها. ممكن يستعين ببعض الخبرات السابقة وبعض الأشياء النظريات المكتشفة. يعني هلا بها هون بيحكي لنا بعد ما كان الدرج افكتيف كمل، بده يختبر التوكسيك ستاديز، بده يدرس سمية الدواء هذا كيف. رح يضل يعطي الحيوانات كمية أكبر أكبر، ويضل يعمل دراسات لحد ما يوصل يعني كمية كبيرة من الدواء تكون قاتلة للحيوان. بعد هيك بيدرس كل عضو بجسمه كيف أثر عليه هذا الدواء. هيك بيدرس toxicity studies. in vitro studies رح يدرس المادة الكيميائية هاي بالمختبر، بالأسد والأنتاسد، يعني إنه رح يلاقي لها الأنتي المضاد لها يعني. تمام. الفارماستيكال بروسيس، هذا المصطلح المقصود فيه، هلا احنا حكينا انه وصل لانها هاي الدرج افكتيف، بعد هيك بده يوصفها للانسان، فالمفروض انه يحطها في سيوتابل دوزج فورم سيوتابل ادمنستريشن عشان تتاخذ للانسان فور هيومن. هلا الفارماستيكال بروسيس مقصود فيها ميكينج الدرج ان سيوتابل دوزج فورم، وضع الدواء أو كمية الدواء بالدوزج فورم المناسبة عشان بعد هيك نعملها administration by routes. هلأ رح نحكي عن الروت. administration ممكن يكون تأثيرها هاي الروت، هاي رح يكون تأثيرها ممكن يكون systemic ممكن يكون local على حسب الروت اللي بتتاخد. كيف بيكون تأثيرها systemic؟ systemic بتكون drug enter the blood circulation blood stream، أو مجرد وصول للدواء للبلد معناته الشغل تبعه رح يكون systemic. أما إذا ما وصل للبلد
ستيم رح يضل لوكالي موضعي. سيستميك، سيستميك ادمنستريشن رح نحكي عن الروتس، ممكن تكون باي اورالي، اورالي باي ماوث، مثل التابلت، سيراب، سسبنشن. السسبنشن هون المادة اللي بتكون بودرة واحنا بحاجة لنحلها بسوليوشن، بس تحتاج انه بتحتاج انك تحركها للمادة تتحلل كاملة، يعني ما بتحلل مجرد انك حطت لها سوليوشن. البرينترال روت اللي هي الانجكشنز، اذا كانت سبكوتينياس، اي ام، او انترفيناس، وبتكون هون الدوزج فورم لها سوليوشن. البكل، بكل بتكون دوزج فورم لها تابلت، واللي هي بتنحط بالتشيكس وما بتنبلع طبعا. سابلينجوال تحت اللسان بتكون برضو تابلت. الريكتال بتكون على شكل سبسيتوريز. للترانس ديرمان، الترانس ديرمان اللي هي الدرج بيكون يوصل للدم through the skin، عن طريق السكن. المهم انه يوصل للدم، فبيكون تأثيره مثل ما حكينا سيستميك. الترانس ديرمان بتكون الدوزج فورم إلها باتشز، لصقات. الانهيليشنال عن طريق الماوث أو الرينوز بتكون الدوزج فورم إلها سبراي. التوبيكال اللي بتكون تأثير تبعها موضعي، لوكال ادمنستريشن، بتكون ممكن يكون إلها الفورم ليكويد، ممكن سيمي سوليد، ممكن سوليد. الليكويد spray, lotion, solution like ear drops, mouthwashes, subcutaneous infiltration مثل local anesthetics اللي هي بتستخدم غالبا عند أطباء الأسنان في التخدير، التخدير الموضعي. السيمي سوليد بتكون مثل الكريم، الانتمنت والاينتمنت والسيمي سوليد حكيناهم، حكينا هلا السوليد. سوليد فورم بتكون مثل السبستوريز. هون بنحكي عن الفارماكوكاينتكس بروسيس. الفارماكوكاينتكس حكينا بالبداية انه الفارماكولوجي بتنقسم لثري برانشز، منها تو ميجر. تو ميجر اللي هي فارماكوكاينتكس والفارماكوداينامك. بداية نحكي عن الفارماكوكاينتكس بروسيس. شو هي الفارماكوكاينتكس بروسيس؟ هي العلم اللي بيدرس What the body does to the drug، كيف الجسم بتعامل مع الدرج أو المادة الكيميائية اللي أخذها. ممكن برضو يعني هي ممكن نوصفها اللي هي mathematical representation. ليه mathematical representation؟ لأنها بتحتوي على مجموعة من البروسيس، وهذه البروسيس بحاجة ل equations ومعادلات عشان نحسبها. رح ناخدها بالتفصيل. أول شيء من البروسيس اللي هي absorption. absorption اللي هي امتصاص الدواء، كيف بيتم امتصاص الدواء، بأي طريقة، بأي روت أخذها، المهم رح يصير له امتصاص. كيف بتصير هاي العملية؟ distribution، توزع الدواء وصوله للأنسجة والخلايا. metabolism، عمليات الأيض اللي بتحدث لهذا الدرج. excretion، elimination اللي هي عملية التخلص من الدرج من الجسم، عملية التخلص من الجسم من هذا الدرج. تمام، هلا بنقدر نحكي او نوصف فارماكوكاينتيك برضه اللي هي الحركه الدوائيه والتغيرات اللي بتمر فيها الدواء هو بالجسم. هون قبل ممكن نحكي التخلص من الدواء الاكسكريشن بيحدث عن طريق عمليه الاكسكريشن باي ليفر او كدني، ممكن يصير الاكسكريشن بعمليه الميتابوليزم على حسب. احنا بنحكي excretion plus or minus metabolism، لانها ممكن تحدث عملية الاكسكريشن بالميتابوليزم. الفارماكوديناميك، هاي البرانشز الثاني من الفارماكولوجي اللي هي تدرس، حكينا هناك بالفارماكوكاينتيك كيف الجسم بتعامل مع الدواء، الفارماكوديناميك كيف الدواء بتعامل او بيتحرك بالجسم، بيأثر على الجسم. هاي what a drug does to the body، شو بيعمل الدواء للجسم، كيف بيأثر عليه. وبرضو include
بروسيس اللي هي فارماكو الفارماكولوجيكال افكت والثيرابيوتيك افكت ميكانيزم اوف دراج اكشن. ميكانيزم اوف دراج اكشن كيف كيف الدواء بيعمل ريفيرس اوف باثوفيسيولوجيكال افكت ميكانيزم طريقه. وبرضه تحته بيندرج سايد افكت تحت الفارماكوديناميك سايد افكت والادواء اللي هي نفسها ادفيرس رياكشن انوانتد افكت والتوكسيك افكت تندرج تحت الفارماكوديناميك. هاي الرسمه بتوضح لنا التروب تو ميجر برانشز اوف فارماكولوجي اللي احنا حكينا انهم الفارماكوكاينتكس والفارماكوديناميك. الفارماكوكاينتكس اللي هي فيها فور بروسيس. أول شيء الدرج لما يدخل للجسم يدخل بأكثر من روت شو ما كانت الروت المهم رح يصير له absorption. الابزوربشن بستير اللي هي توصل للبلد وصول الدواء للبلد هي الابزوربشن امتصاص الدواء. بعد ما يصير له absorption ووصل للدم هذا الدم رح يوزع الدواء للخلايا اللي هي عملية distribution توزع الدواء عشان يوصل للتيشيو. بمجرد ما وصل للتيشيو بده يحدث الافكت التأثير تبعه الديزيرد افكت التأثير المطلوب. هلا لما كيف بده يحدثه رح ندخل هلا في الفارماكوديناميك. يعني هم العمليتين متداخلتين مع بعض مش انها بتصير الفارماكوكاينتكس لحاله بس تخلص رح تصير فارماكوديناميك. لا هم مع بعض. الفارماكوديناميك تدرس هسه احنا حكينا دخل وصل للخلايا كيف رح يحدث التأثير. رح يحدث التأثير بارتباطه بريسيبترز. ريسيبترز هاي بعد ما يرتبط فيها رح يحدث لي ثيرابيوتيك افكت او توكسيسيتي افكت. رح يكون ممكن يكون معها توكسيسيتي افكت وبعض الادويه لا. ثيرابيوتيك افكت هو ديزايرد افكت التأثير المطلوب يعني انا بدي اوصل له. توكسيسيتي افكت هو التأثير السمي للدواء او سايز افكت. بعد هيك رح تصير عملية elimination تخلص من الدواء الزائد أو toxicity effect. هلأ بنحكي عن القسم الثالث من branches اللي هو pharmacogenetic. حكينا إحنا هدلاك الميجر وهذا بيكون ثانوي اللي هي pharmacogenetic. pharmacogenetic بيحكي لنا إنه استجابة الأجسام الإنسان للدواء بتكون مختلفة حتى لو كانت نفس كمية الدواء بس ممكن يكون اختلاف في الاستجابة للدواء تختلف حسب الجيناتك أو الجينات لكل جسم لكل إنسان. هلأ آخر شيء هون بنحكي major objective for drug or using drug السبب الأساسي اللي إحنا بناخد فيه الدرج أو عشانه الدرج يعني to giving a patient a minimal possible dose capable of producing a desired effect or relieving a sign and symptom. يعني احنا بدنا نوصل للديزايرد افكت التأثير المطلوب وبإزالة signs and symptom بدون تأثير جانبي بدون toxicity effect. هلا احنا ليه بندرس هدول البرانشز فارماكولوجي بشو بينفعونا او بشو بيهمونا. هدول البرانشز اللي هي الفارماكوديناميك والفارماكوكاينتكس بيجاوبونا على مجموعة من الأسئلة اللي هي how much of drug to given كم كمية الدواء المفروض ياخدها عشان يوصل للتأثير المطلوب او to relieving signs or symptom اللي هي الدوز كم الكمية الدوز. بيجاوبنا برضو على how frequent كم مرة ممكن ياخد الدواء ليعطي الإفكت. هلا ال how frequent related to the biological half life T half life يعني يتم تحديدها على T half life. شو هي ال biological half life اللي هي المدة اللي بيحتاجها الدواء ليوصل تركيزه إلى النصف داخل البلد تمام. هلا when to give it متى بياخد الدواء بيتاخد قبل النوم قبل الأكل عند الحاجة بعد الأكل. هاي البرانشز بتجاوبنا وبتحدد لنا من خلال البروسيس اللي رح ناخدها لقدام when to give it how to give it كيف بينعطى الروت administration تمام. chemical nature of drug شو هي طبيعة الدواء أو طبيعة الأدوية
وكيميكال سبستنس ممكن تكون متعادية مثل الستيرويد، ممكن تكون حمضية مثل الأسبرين، ممكن تكون بيسك قاعدي مثل المورفين أكالويد. الدراج سورسز، طب إحنا من وين نتوصل أو نوصل لهاي المواد الكيميائية أو هاي الأدوية؟ ممكن من ثلاث أماكن أو ثلاث خيارات، اللي هي بتكون عندنا أول إشي ناتشورال من الطبيعة، البلانتس مثل الأتروبين دايجوكسين. الأتروبين اللي هو بيستخدم ممكن لتوسيع حدقة العين إلى أكثر من استخدام، ممكن يكون لتوسيع حدقة العين أو التوريموف كوليك إذا كان حتى الانتستين أو الرينال. الأنيمالز مثل الأنسولين بناخده من البيكس، والهيومن جروث هرمون النمو اللي بناخده من الإنسان، هاي كلياتها تندرج تحت الناتشورال. تمام، حكينا الهيومن مثل الجروث هرمون، ممكن برضو ناخد الهيومن من بوزل جونادوتروبين من البوتاتري جلاند. هلا حكينا هدول كلهم ناتشورال طبيعيا بدون اي تعديل. هلا في حال صار في تعديل على اي منهم راح نحكي عنه سيمي سينثيتك. هلا المصادر ممكن تكون ناتشورال سيمي سينثيتك. هيومن انسولين، هلا احنا حكينا قبل شوي عن الانسولين اللي بناخده من الانيمالز من البيكس او الكرو من البنكرياس تبعهم بناخد الانسولين. هلا اذا دايركت اخذناه واعطيناه لجسم الانسان غالبا كان زمان كانوا هيك، كان يعطي allergic reaction. ليه؟ لانه الانسولين تبع الحيوانات بيختلف عن انسولين جسم الانسان بون امينو اسيد. هلا بستيمي سينثيتك تحت مسمى سينثيتك، يعني ممكن نحكي انها اللي هي هندسة الجينات تقريبا، عدلوا هذا الامينو اسيد لحد ما صار، يعني غيروه لحد ما صار يشبه الانسولين جسم الانسان تماما، بالتالي بطل في allergic reaction، بطل في side effect لما نعطيه للانسان، صار بس عليه تعديل. نفس الشيء البنسلين اللي بناخده من الفانجاي تحت مسمى semi synthetic بيمر بprocess تعطينا type of insulin. هلا بدنا نحكي عن synthetic المصنع، صنع تماما، اللي هو agonist وanti agonist. agonist اللي هو اللي بيعطي desired effect التأثير المطلوب، اللي هي بتكون متوافر مادة كيميائية نحن عارفين من وين جايبينها وعارفين الإفكت تبعها، بيتم تصنيعه تماما، يعني بيكون تماما مصنع ما يدخل بالناتشورال، مش بس معدل عليه، بيكون بس من مواد كيميائية بيعطيني الإفكت المطلوب. أنتي أجونست اللي هو بيعطيني to reverse the action of the agonist. تمام، هلا هون الدراجنومينو كلتشر اللي هي تسمية الدواء، كيف بيتم تسمية الدواء؟ الدواء بيكون له أكثر من اسم، هلا هون رح نعرف شو هو الدواء اللي احنا مطلوب او اللي رح نتداوله دائما ونشوفه دائما، واللي هو الجينيريك نيم، اسم العلمي، اسم العلمي للدواء. هلا في عندنا أكثر من اسم، كيميكال نيم، جينيريك نيم، اوفيشال نيم، والتريد نيم اللي هو نفسه البراند نيم. كيميكال نيم اللي هو الاسم الكيميائي للدواء، هون مثلا الاسبرين الاسيتيل ساليسيك اسيد هو نفسه الأسبرين. ممكن برضو نحكي عنه الريمين اللي هي نفسها برضو بس هون اختلاف أسماء شركات، بافارين. كيميكال نيم حكينا، كيميكال نيم غالبا ما رح نشوفه أبدا. الجينيريك نيم هو الاسم اللي بنتعامل معه وبيكون مش لشركة معينة، يعني الاسم بيكون علمي بتداوله الجميع. يعني لو انه احنا هلا سافرت على مكان تعاملي ما رح تستخدم الاسم التريد نيم، الاسم التجاري، لان هذا التريد نيم
للشركة، الشركة بتاخد هذا الجينيريك نيم، بتاخد المادة الكيميائية هاي اللي هي مثلا معروفة بالأسبرين. الأسبرين بكون بتاخده شركات مختلفة أو ماركتينج، يعني بتسميه باسمها التجاري اللي هو التريد نيم، وبتبيعه على أساس التريد نيم. فهي بيختلف من دولة لدولة، بس بالدول كلها رح نتعامل أو بأماكن مختلفة. يعني هي جينيريك نيم هو الإشي اللي بنرجع له دائما، بنستخدمه دائما، mostly wide used in pharmacology، أكتر شيء نستخدم الجينيريك. تمام. official name هذا بيعطوه بعد ما تتم الموافقة من لجنة الأدوية بالبلد معين، مثلا هون British، هون United States Pharmacoids اسمها، بيعطوه هذا اللقب. فنحن نهتم بالفارماكوجينيتيك اللي رح نشوفه دائما ونتعامل معه دائما، اللي هو الاسم العلمي، بكون مش محتكر لجهة معينة. هون التريد نيم بيكون خاص بالشركة أو اللي أعطته الاسم يعني، بس بتضل المادة الكيميائية أو الاسم العلمي نفسه. الدرج أبزوربشن، إحنا حكينا الدرج أبزوربشن هي أول مرحلة من the process of the pharmacokinetics. تمام. الدرج أبزوربشن بما إنها الأولى من مراحل الفارماكوكاينتكس، هلأ هي بتدرس أو اللي بتحدد من خلالها. هلأ إحنا حكينا إنها إنها ماثماتيكال، معادلات equations. هاي المعادلات من خلالها نقدر نحدد الكونسنتريشن المناسب اللي بيعطي الأكشن المناسب، الديزايرد إفكت اللي بدنا إياه. تمام. من خلال هاي المعادلات. هلا شو هي تعريف الدرج ابزوربشن؟ هلا بالبداية انا كنت حاطة انه رح ناخد الابزوربشن. تمام. هاي الدرج ابزوربشن رح نتعرف اول شيء على تعريفه، ثاني شيء على مصطلح البيو افايلابيليتي، البيو افايلابيليتي والبروتين بايندينج. رح نتعرف على site of drug absorption والfactors affecting absorption ورح نعرف شو يعني intrahepatic circulation، شو يعني bioequivalency. هلا هدول احنا نشوفهم كتير، بس ان شاء الله رح يكونوا لطيفين. تمام. شو هي تعريفها؟ تعريف اللي هو passage of the drug or transfer from the site or route site of administration to the bloodstream or circulation. تمام. نحكيها من قبل اللي هي انتقال الدواء من المكان اللي بيتاخد فيه لا لبلد، بعدين رح تصير distribution metabolism excretion. هلا رح نحكي عن انتقاله من مكان site of administration للبلد. هلا أنا مصطلح bioavailability، مصطلح bioavailability بيحكينا أو معناه اللي هو التوافر البيولوجي، التوافر البيولوجي للدواء. إحنا أخذنا الدواء، تمام، أخذنا بروس مختلفة. مثلا خلينا نحكي أول شيء التعريف، هي fractions of the given dose that gets into blood، معادلة أو بتدرس كمية الدواء اللي فعليا وصلت للدواء للبلد. هو اللي بيقيس مدى وصول أو امتصاص الفعلي للدواء ووصوله لبلازما الدم بدون تغيير، وصوله للدم للبلد سيركوليشن. وعادة البيو افايليبيليتي بتكون للاي في روت 100%. ليش؟ لانه نحنا دايركت الدرج بيوصل للدم غالبا، يعني كله بيرتبط بلازما بروتين اللي بالدم، ما في ضياع. اما بالنسبة لنقارنه مثلا بالجي اي، لو انه اعطينا 100 ميلي جرام من الدرج بالدرج معين ثري اورالي، كانت البيو افايلابيليتي لها
18% 18% 80%، يعني 20% ضاعت في الجي اي من الدرج. اما لو اعطينا 100 ملغرام من هذا الدرج اي في، راح تكون البي افايلابيليتي غالبا 100%، ما في اي ضياع لكمية الدواء. لو انا حكينا طيب البي افايلابيليتي لدرج معين كانت بس 1%، 1%، يعني هذا الدواء راح يكون، بالتالي راح نحكي انه هذا الدواء not effective orally، ما بينعطى orally، ما بيعطي مفعول orally. ممكن نعطى IMR subcutaneous، غالبا بيكون effective تبعه اعلى اشي يعني بالIV، يعني اذا كانت ممكن ينعطى IV، بعض الادوية ما بتنعطى IV. بعدين راح نحكي عن البروتين بايندينج. شو هي البروتين بايندينج؟ كثير مهم البروتين بايندينج، واللي هو بما انه الدواء وصل للبلد سيركوليشن، البلد سيركوليشن بدها تنقله للسايت اوف اكشن، كيف رح يرتبط بالجزيئات الدم؟ رح يرتبط بجزيئات الدم عن طريق البروتين بايندينج، اللي هي بلازما، البروتين بلازما بالدم، بلازما الدم بيرتبط بالبروتين بلازما، وهذا الارتباط يعني ممكن يرتبط بالالبيومن اور جلوبيولين، وارتباطه بالبروتين بيمثل البروتين له خزان، او انه بيحمله من مكان اللي انعطى فيه او اللي كان موجود فيه للتشيو، تالي بيكون مثل main pivot drug reached site of action، بوصله المكان اللي هو رح يعمل فيه الاكشن. a major site of drug drug interaction. هلا هون رح نحكي عن انه البروتين بايندينج بيمثلنا مكان رئيسي للدرج درج انتراكشن، رح نحكي عنها قدام هاي. بس هلا بنحكي انه strongly bound drug to protein، ايش بنستفيد منها او شو بتعطينا؟ بتعطينا longer in blood، بضل اكتر بالبلد الدرج، بتعطينا longer half life، وبتعطينا duration of action أطول. هاي اللي هي ارتباط الدرج بالبروتين strongly. The free form of the drug, it is the form of the which the active and cross membrane. يعني إذا كان البروتين مرتبط بالدرج، الدرج ما رح يدخل التشو. إذا كان الدرج على شكل free form، هو بس رح يدخل للتشو. هلأ شو هي برضو العوامل اللي بتأثر على دخول الدرج للتشو؟ حكينا في عوامل بتأثر على امتصاص هذا الدواء أو دخوله للخلايا. شو هي العوامل؟ Factor affecting absorption، أول شيء حجم الدرج، كل ما كان حجم الدرج أصغر كل ما كانت عملية دخول للتشو أسرع وأسهل. ثاني شيء الليبيد سيلولوبيدي، اللي هي ميجر فاكتور، عامل رئيسي. كل ما كانت الليبيد سيلولوبيدي اعلى كل ما كان امتصاصه اكبر وافضل من لما تكون ووتر سيلولوبيدي دراج. ليه؟ لانه الممبرين للخلايا بتكون ليبيد، بالتالي بينتقل الليبيد بدون حاجة لأي طاقة تحمله، بينتقل من الكونسنتريشن العالي للكونسنتريشن الأقل، واللي هو يعد ميجر فاكتور افكتينج ابسوربشن، هو العامل الرئيسي اللي بيأثر على الامتصاص. كيف بنقدر نقيس الليبيد سوليوبيليتي؟ يمكن بتم قياسها عن طريق إشي اسمه بارشينكو افيشنت. coefficient، كل ما كانت coefficient أعلى كل ما كان الامتصاص أو ال absorption of drug better. كيف بتكون ال coefficient؟ بتكون بحساب lipid to water fraction، كل ما كانت أعلى coefficient كل ما كان ال absorption أعلى وأحسن.
هسه كمان الفاكتور الثالث اللي هي degree of ionization or environmental pH، طبيعة الوسط. كيف بتتم؟ العامل الثالث حكينا هيو بيأثر على امتصاص الدواء اللي هو درجة تأينه. كيف؟ عن طريق كيف نقيسها؟ عن طريق الأديسون إكويجن اللي هم عندنا هون، pH بتساوي pKa plus log ionization الأول، العنصر الأول. لا، هذول المعادلات عن طريق من خلالهم نقدر نحدد طبيعة الوسط. يعني ممكن مادة كيميائية في وسط حمضي امتصاصها بيكون أعلى من الوسط القاعدي، بالتالي من هاي المعادلات بنحدد هل هي تمتص في أي وسط عشان نعرف بالضبط شو هي الجهة اللي تنعطى فيها، أو ال متى تنعطى، قبل الأكل، بعد الأكل، معدة فاضية، يعني هاي هي اللي بتحدد. تمام. رح نكمل بالفاكتورز اللي بتأثر على الأبسوربشن. رح نكمل بالمعادلة قبل اللي هي الإكويجن. رح نطلع أو نشوف هل هو polar أو non polar. إذا كان polar رح يكون ionized water soluble active form. حكينا عن water soluble بيكون الأبسوربشن تبعه أقل من اللي بالsoluble، بالتالي non polar ionized lipid soluble or cross membrane. يعني هذا بيكون cross membrane or absorption عنده أعلى من water soluble. ليه؟ لأنه الليبت حكينا قبل شوي بيكون membrane بسهل من الليبت، فعملية مروره أسهل وأسرع. concentration of drug كيف بتأثر على absorption؟ كل ما كانت concentration أعلى كل ما كان absorption أعلى، لأنه رح يوصل الدم المحمل بالدرج تكون كميته أكبر، بالتالي تدخل كمية أكبر للخلايا. surface area of absorption كل ما كانت أعلى كل ما كان الأبسوربشن أعلى برضو طرديا. والblood circulation to absorbing area كل ما كانت التغذية والتروية بالدم للمنطقة إلى منطقة معينة كل ما كان يعني أكبر كل ما كانت الأبسوربشن أعلى أكيد، لأن الدم بيوصلها بطريقة يعني بتوصلها أكثر، بالتالي بتوصلها درك أكبر رح تعطيني absorption أكبر. route of administration طريقة أخذ الدواء، إذا كانت IV رح يوصل كل الدرك للبلد بدون ضياع، إذا كانت IM رح تضيع كمية إذا كان كمية من الدواء، إذا كانت orally هتضيع كمية أكبر برضو من الدواء بالجي آي تراكت. تمام. بضل عنا نحكي عن sites of drug absorption، أماكن بتصير فيها عملية absorption. واحد بالأورال ميكوزا. الأورال ميكوزا حكينا اللي هي ممكن تكون بكل، ممكن تكون سبلينكول، تكون الفارم للدرج تابلت. أما بالنسبة للستومك، الستومك مثال على الأدوية اللي بتسلها absorption بالستومك الأسبرين acidic drug. الانتستين اللي هي major site of absorption تعتبر المكان الرئيسي، لأنه معظم الأدوية بتم امتصاصها عن طريق الانتستين. هيك نحكي عن هال major site مثل الآيرون B12. تمام. نحكي هلأ عن اللانكس. اللانكس after inhalation anesthetics ووصولها للcenter plate system بصير لها absorption عن طريق اللانكس. rectum subsidiaries إذا وصلت للدرج، حتى لو subsidiaries إذا وصلت للblood circulation فراح تكون تأثيرها systemic administration. بالنسبة للسكن مثل ما حكينا الباتشز اللي بيصير دخول الدرج ثرو ذا سكن تو ذا بلاد ستريم. بضل عنا نحكي على الانترو هيباتيك سيركوليشن. انترو هيباتيك سيركوليشن انه بعض الادوية بيصير لها باسج للليفر، تدخل الليفر بعد هيك بتطلع وبتوصل للانتستين، بالانتستين بيصير لها ري ابزوربشن
بترجع تمتص مرة ثانية، بالتالي رح ترتفع البايو افايلابيليتي لهذا الدرج، ورح غالبا يتم امتصاصه كمية كبيرة لأنه بصير امتصاصه مرحلتين. البايو إيكوفيلنسي هذا المصطلح لازم نميز بينه وبين البايو افايلابيليتي لأنهم مختلفين. البايو افايلابيليتي هي توافر الدواء بالدم وصول الدرج للدم وارتباطه في وصول الأنسجة. أما بالنسبة للبايو إيكوفيلنسي اللي هي comparison between two drugs، بنقارن بين دوائين تكافؤ، بس لازم يكون متوافر أربع شروط اللي هي chemically similar، similar bioavailability، biologically similar، و therapeutically similar. Thank you.